ده ملخص لكل ال 10 steps اللي احنا ذكرناهم وامثله عليهم. يعني ان شاء الله السلايدز هتبقى معاكم بحيث ان انتوا to be revisited ونراجع نفس السيستم. طيب يعني كنا اتكلمنا، طيب هو ايه الاكسبكتد deliverables من الداتا اناليسيس تيم والداتا ساينس تيم والماشين ليرنينج تيم؟ دي نقطه محوريه الناس كلها بتسال فيها. لو حبينا ان احنا نقول هو ايه الديليفربل بتاعنا، ممكن يكون one of three deliverables اللي قدامنا، وممكن يكونوا في combination بينهم. number one ال data analysis report، وده ممكن يكون document file او powerpoint presentation. بيبقى فيه ال set of elements اللي موجودين دول، منهم ال objective اللي من اجله احنا عملنا ال data analysis، وفي الداتا مودلز تشالنجز والايشوز اللي احنا واجهناها، عشان بعد كده لو احنا الداتا انجينيرنج تيم كان عنده مشاكل في الداتا موديل، احنا ممكن ندي لهم ريكومنديشن ان خدوا بالكم الداتا كان فيها مشاكل في كذا وكذا وكذا، فدي ريكومنديشنز ليكم تو بي كونسيدرد عشان نقلل الايفورت بتاع الداتا اناليسيز تيم فيما بعد. بعد كده السنترال تندنسي مودلز، ودي اللي بيمثلها الداشبوردز والميجرمنتس اللي احنا بنرفعها، الديسبيريشن ميجرمنتس والديسبيريشن مودلز اللي بتبين مدى الاختلاف داخل البيانات، وده طبعا بيبقى ابون ريكويست. يعني زي ما احنا قلنا ان وان اوف الديسبيريشن مودلز والديسبيريشن ميجرمنتس الفاريانس والستاندرد ديفيشن، فهل احنا محتاجين نقيسهم within الموديل بتاعنا؟ لو محتاجين بنمنشن عليهم في الريبورت. بعد كده الكورليشن مودلز والفيجواليزيشن بقى اللي احنا عملناها بنثبتها within الريبورت بتاعنا، بنبين الترندز، بنبين الكومباريتيف مودلز، وبعدين بنعمل ستوري تيلينج، وهنوضح هنقدر نعمل ستوري تيلينج within الكورس بتاعنا، وبعد كده الكونكلوجنز والريكومنديشنز اللي احنا بنقدمها كتوصيات at end of الريبورت. طيب what if ان انا ماشين ليرنينج انجينير، فالناس كانت عايزه تعمل نماذج للتنبؤ مثلا فوركاستنج للسيلز فيما بعد، فالماشين ليرنينج انجينيرز بيبنوا المودلز ويسلموها للتيمز اللي هتعمل لها انتجريشن within السورس كود بتاعهم. طيب هيدوا لهم ايه بقى؟ ممكن يدوا لهم فانكشنز، وممكن يدوا لهم باكجز اللي هي بيكل فايلز، دي يبعتوا لها الديفلوبمنت تيم يبعت لها بارامترز، يا اما ياخدوا السورس كود يعملوا له انجكشن within السورس كود بتاعهم، يا اما ياخدوا البيكل فايلز يعملوا لها كولينج من السورس كود ك بارامترايزد اوبجكت وياخدوا الريزلت، وبالتالي كده احنا نبقى احنا فدنا الديفلوبمنت تيم. ممكن نقدم اي بي اي موديل اللي هو الويب سيرفيسز او ويب اي بي ايز، ودي هي بتبقى سيرفيس بتركب فوق الموديل اللي احنا انشاناه بحيث ان الناس تقدر تعمل معاها انتجريشن دايركتلي، مش هم اللي يعملوا الويب سيرفيسز. فدي النماذج المختلفه للاوتبوتس اللي بيقدمها الداتا اناليست تيم او الداتا ساينس تيم او الماشين ليرنينج تيم. هنا حابين نتكلم على البروبلم ديفينيشن ابروتشز، هو ازاي ان احنا بنعمل بروبلم ديفينيشن، يعني ايه ازاي بنعمل بروبلم ديفينيشن، يعني ازاي بنعرف الاوبجكتيف اللي احنا من اجله احنا بنشتغل في البروجكت. الحقيقه في تو ابروتشز، الابروتش الاول ان احنا بنعمل فورورد، الابروتش الثاني ان احنا بنعمل باكورد. الفورورد انه الناس بتيجي تدي لك الداتا وهم مش عارفين يعملوا ايه، يعني هم حاسين ان في مشكله بس بيقولوا لك خد الداتا سيت اهي، خد ما بيقولولكش طبعا خد الداتا سيت، بيقولوا لك خد الداتا اهي وانت اتصرف. فانت هنا انت اللي مطالب ان انت تحط ايدك من خلال الفايندنجز على المشاكل اللي ممكن تكون بتقابلها الاورجنايزيشن، وبتعمل لها ويل فورميوليشن. يعني هم بينقلوا لك الفيلينج بتاع المشكله لكن ما بيبقوش قادرين يحطوا ايديهم حقيقه على المشكله.
وده انت بتعرفه من خلال البيزنس دومين ستاندردز، ان انت تبقى عارف الستاندردز المختلفه اللي ريليتد بالدومين اللي انت بتشتغل فيه، والاورجانيزيشن اوبجكتيفز والبيزنس يونت ميجرمنتس. من خلال الحاجات دي انت تقدر لما انت تعمل داتا اناليسيس تكومبير بقى الستاندردز والاوبجكتيفز بتاعت الاورجانيزيشنز والميجرمنتس بتاعت البيزنس يونتس اللي هي الديبارتمنتس مع الفايندنجز اللي انت بتلاقيها، وتشوف هو ايه الفاريانس، وهل الفاريانس ده المفروض يكون كده ولا لا، وهل ده مناسب لرؤيه المنشاه ولا لا. لان ممكن انت تكتشف ان الاورجانيزيشن نفسها ما عندهاش ويل نون كوميونيكيتد ميشن وفيجن واوبجكتيفز، وبالتالي الامور ماشيه كده شويه، فهم بيبقوا محتاجين حد يسبورتوهم وهو اللي يحط النقط على الحوض. الحاجه الثانيه انه لا، ده هو في مشاكل حقيقيه اللي هو الباكورد بقى، انه الاورجانيزيشن نفسها بيبقى عندها مشاكل وبتقول لك احنا مشاكلنا 1 2 3، ومن خلال الداتا دي قول لنا بقى المشاكل دي نابعه من ايه وازاي ممكن نحلها. فدول تو ابروتشز انت من خلالهم بتقدر تعمل بعد ما اتعمل بروبلم، عملت بروبلم ديفينيشن، انت بقى محتاج تعمل جاذرنج للريكويرمنتس بتاعتك. ودي طبعا يعني تكاد تكون تيبيكال مع السوفت وير انجينيرنج ديفلوبمنت لايف سايكل، انه انت هتجمع بقى ريكويرمنتس ازاي. يعني الناس قالت لك احنا عندنا مشكله ان السيلز ضعيف، او السيلز في ابر ايجيبت ضعيف، او السيلز في جلف ضعيف. انت هتعمل ايه؟ انت لازم من خلال الفور ابروتشز اللي منشند قدامنا، ان انت بتعمل اوبزرفيشن للبيزنس ورك فلو شغال ازاي، بتقدر تعمل كويشنير بحيث ان انت هتسال اسئله والناس تجاوبك عليها، لان ممكن الداتا تكون بتجاوبك بشكل، وفي حاجات نوت منشند في الداتا انت محتاج انت تعمل كويشنير، والكويشنير ده بعد كده يبقى جزء من الداتا مودلز بتاعتك. بعد كده انت ممكن تعمل انترفيوز مع التيمز المختلفه بحيث ان انت برضو تجمع منهم داتا، ودي ممكن تبقى evidences to be injected within the data sets بتاعتك، او انها تبقى بتأشور ال data analysis results بتاعتك اللي انت هتحصل عليها. Finally focus group، ان انتوا بتقعد انت مع مجموعه من الناس اللي ممثله للtopic to be analyzed، بحيث ان انتوا تعملوا well known formulation لي هو ايه اللي مطلوب من ك deliverables من ال data analysis practices. طيب الداتا سورسز بقى بتاعتنا ممكن يكون شكلها ايه؟ ممكن الداتا بيزز اللي within الاورجانيزيشن، والداتا بيز دي ممكن تكون في سيستمز او اي داتا موجوده عند اي ديبارتمنت. ممكن الادارات المختلفه عامله اكسل شيتس مالهاش علاقه بالسوفت ويرز اللي بتدار في المنشاه. يعني الداتا بيزز اللي في المنشاه ممكن يكون عند الفاينانس تيم، ممكن يكون عند الاتش ار تيم، ممكن يكون عند الناس بتاعت الستوك كنترول. كل دي داتا بيزز ممكن انت تعمل معاها انتجريشن وتاخد منها الداتا بيزز دي. ولو هم عندهم داتا وير هاوس اللي هو بيجمع الداتا بيزز دي، انت ممكن تاخد دايركتلي من الداتا وير هاوس. زي ما احنا قلنا اكسل شيتس عند ادارات مختلفه، عند التيم بتاع الماركتنج ممكن تاخد منهم الفايلز دي وتبقى جزء من الداتا سيت، بس تبقى جارانتيد وفي حد من المسؤولين عن الداتا مانجمنت داخل الاورجنايزيشن ياشور ان الفايلز دي هي فايلز معتمده within الاورجنايزيشن، مش اي فايل يجي لك تعتمده كسورس، لانه احنا هنتكلم later على الكواليتي اوف الداتا بتاعتك ازاي تاشور انها هاف ذا هايست كواليتي، وهي دي اللي جارانتيد من الاورجنايزيشن. ممكن يكون في تكست فايلز، ممكن انت بقى تعمل كراولينج على الويب بحيث ان انت تجيب داتا. يعني مثلا ممكن انت الناس فور اكزامبل مثلا من الداتا اللي ممكن تعمل لها كراولينج اوفر الويب الاكسشينج ريتس بتاعت الكرنسيز. فتصور كده لو انت اكتشفت ان الاورجنايزيشن بيشتغل باكسشينج ريتس نوت اب تو ديت وذ الماركت، او دايما بيبقى في ديلي مثلا 3 4 ايام، فممكن ده ياثر في التوتالز بتاعت المبيعات. ممكن انت بتعمل كراولينج عشان تجيب داتا سيتس موجوده ببلشت في لايبرري من اللايبرز العالميه
بحيث ان انت تستخدمها كريفرنس. فدي انماط مختلفه من الداتا سورسز اللي انت ممكن تشتغل عليها. طيب ايه هو بقى التاكسونومي او الكلاسيفيكيشن بتاع الداتا سيتس دي؟ انا عايز الناس تفهم موضوع بس الداتا سيتس دي بشكل جيد، لان احنا الداتا سيتس اللي احنا هنشتغل عليها هي داتا سيتس بسيطه، بس انا عايز الناس تكون متصوره ان الداتا سيت هو مش جاست فايل كده وخلاص، لا ده هيبقى عندنا، احنا عندنا الداتا سيت هي عباره عن كوليكشن اوف تيبلز. طيب التيبلز دي بقى او كوليكشن او مجموعه من الجداول، كوليكشن اوف تيبلز اللي هي مجموعه من الجداول. الجدول ده بيبقى ليه جزئين، جزء خاص بالميتا داتا اللي هي البيانات اللي بتعرفه، ودي اللي هي منشند هنا اللي اسمها الداتا كولومز، اللي هو ان مثلا الفايل بتاع تعريف الايتيمز بيبقى فيه الايتيم كود والايتيم ديسكريبشن والايتيم برايس. السيلز الفايل بتاع السيلز اوردر فيه الاوردر اي دي والايتيم والكوانتيتي والستاتس. دي كده الميتا داتا اللي هو تعريف، اللي هو هي بيانات حول البيانات، اللي هو البيانات اللي بتعرف الداتا سيت بتاعي. بعد كده في الداتا روز، وهي دي بقى اللي فيها الكونتنت نفسه، ان انا عندي الايتم مثلا علبه دواء كذا، التوصيف بتاعها ده دواء حموضه خاص بكذا كذا، سعره مثلا 10 جنيه ونص، فيبقى كده دي الداتا روز. يبقى احنا عندنا في ايتش داتا سيت، الداتا سيت بتتكون من كولكشن اوف تيبلز، والكولكشن اوف تيبلز دي ليها ميتا داتا او سكيما اللي هي الداتا كولومز، وليها داتا روز. لو فهمنا الجزء ده يبقى احنا كده فهمنا ان احنا وي ويل سمبليفاي اند ابستراكت ذا موديل في اللي احنا بندرسه، بس وين تراينج تو ابلاي ده الدنيا ممكن تكبر مننا. احنا عشان يعني ناخد الخلاصه بتاعه التوبيك لازم نسمبليفاي ونابستراكت، ويبقى الاستادي بتاعتنا على كيس يمكن حصرها و الإحاطة بجوانبها المختلفة، وبالتالي we should simplify التوبيك اللي احنا بندرسه، فبنقدم data models بسيطة. طيب خلاص كده احنا عملنا يعني عرفنا الobjective بتاعنا، وعملنا يعني collection للdata sets. بيجي بعد كده بقى data preparation phase، واحنا خلاص هو عندنا جبنا الداتا. الداتا دي احنا قلنا ان احنا ممكن تقابلنا بعض المشكلات فيها، فاحنا وي شود اشور بقى الاكيورسي اوف الداتا، ان الداتا دي هي انها بيانات دقيقه يمكن الاعتماد عليها. كومبليتنس اوف داتا، احنا لازم وي شود اشور ان هي دي الداتا الكامله اللي احنا لازم نحللها، لانه ممكن بعد ما نخلص عمليه التحليل بعيدا عن السامبلنج ايفن السامبل، وي شود اشور ان الاكيورسي اوف السامبل اند ذا كومبليتنس اوف السامبل. طب اف ان السامبل ناقصه مش كومبليت، يبقى احنا كده الفايندنجز اللي احنا هنلاقيها ضعيفه. الكونسيستنسي، وده طبعا بيقابلنا ان احنا لما احنا نبدا نشتغل على داتا سيتس كبيره شويه، فممكن يكون فيها داتا تيبل هنا وداتا تيبل هنا وداتا تيبل هنا، فايل جاي من هنا، فنبص نلاقي ان الريزلتس اللي جايه يعني في داتا بتبقى دوبليكيتد في نفس الفايلز، فهاو ان احنا ناشور ان في كونسيستنت داتا وكونسيستنسي بتوين المودلز دي. لازم يكون في ريفيو. طب لو الريفيو اثبت ان في انكونسيستنسي بتوين ذيم، فهنا بنبدا ندور بقى على ليه في انكونسيستنسي، وده طبعا ان شاء الله يثبت في الريبورت. نمبر 2 انه ممكن يكون الكونسيستنسي ده بقى هنا لازم نشوف الروت كوز عشان يتم اصلاحه. هنا بيتم الاعتماد على مين؟ وان اوف الاونر اوف الداتا موديل، يعني هو مين الاونر اللي المفروض ناخد منه الداتا دي، او الابديتد فيرجن من الداتا سيتس دي. فمثال مثلا داتا العملاء لازم اخدها منين؟ من البرنامج اللي بيدير العملاء اللي هو السي ار ام. طيب لو انا عايز اخد الابديتد فيرجن من بيانات العملاء، فممكن يكون اخر ابديت حصل ممكن يكون الاونر بتاعها موديول السيل، ان هو راح ضايف كونتاكتس جديده للعميل ده. فهنا انت بتاخد الديسيجن ثرو الاناليسيس بتاعك، ان انت بتدي ريكومنديشن ان دايما يبقى الابديت جاي مثلا من السيلز موديول، ولازم يبقى في سيرفيسز هي اللي بتابديت، بحيث ان الاناليسز اللي بيحصل على الداتا يبقى الايفورت بتاعه اقل.
طبعا يعني احنا تعرضنا لحته الديتا بريباريشن، ان احنا بنعمل بقى كليننج للديتا، هنشوف احنا هنعمل ايه، سامبلينج للديتا، ان احنا ما بناخدش الديتا كلها. ده طبعا في لما بيكون الديتا قليله او لا يمكن الحصول على النسخه الكامله من الديتا، لانه يتطلب الوصول لكل مفردات المجتمع. بعد كده بنعمل بقى الديتا ترانسفورميشن، والديتا ترانسفورميشن ده بيبقى فيه ثلاث حاجات، نمبر 1 سكيلينج ونورماليزيشن، وهنا ده ان احنا بنحاول ناخد الديتا في سكيل مختلف. السكيل ده ممكن يعني نظرا لانه ممكن يكون فيه فاريانس في السالرز بتاعت الـ مثلا، سوري ده مثال، يعني بندي السالرز بتاعت الموظفين مثلا تتراوح من 1000 ل 60000، الفاريانس اللي بينها هنا بيبقى كبير جدا. طب وات اف ان انا عايز اعمل سيت اوف اوبريشنز وانا اسمبليفاي البروسيس اللي انا بعملها، فممكن هنا اعمل النورماليزيشن والسكيلينج للديتا دي، فممكن اخليها مثلا تنحصر ما بين زيرو وبين واحد، وبالتالي بعمل عليها البروسيس بتاعت السكيلينج والنورماليزيشن. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اعمل ديكومبوزيشن للديتا، ان انا لا طب افصل لي دول عن دول، بحيث ان انا الاناليسيس بروسيس بتاعتي تبقى اسهل، او ان انا اعمل اجريجيشن، ان انا بعمل بعد ما اعمل بروسيس كبيره هنا وبروسيس كبيره هنا اجمع الداتا توجذر، بحيث ان انا اخد داتا سيت يونيفايد في النهايه. طيب بالنسبه للداتا بريباريشن، يعني احنا كده خلصنا الداتا بريباريشن. الداتا كليننج بقى فيز، يعني بعض الإخوة يعني كان عمل التشيك ليست اللي قدامنا دي، بحيث ان انت تفاليديت هو انت هاو تو كيب الداتابيس بتاعتك كليند. فقال لك ان انت نمبر 1 ان انت تو كيب ات اب تو ديت، ان انت تفيل الميسنج فاليوز. انت ممكن تاخد الداتا سيت بتاعتك دي تبص تلاقي ان في داتا مش موجوده، يعني مثلا موظف الموظفين السالري بتاعه مش موجود، او هنا في الميسنج فاليوز هتعمل ايه؟ لازم تحط اكشن. الاكشن بيبقى وان اوف، ان انت ممكن الريكورد ده تعمل له ريموفال، ممكن ان انت تحط الافرج فاليو، ممكن تحط الديفولت فاليو بتاعت الرول ده، ممكن ان انت تعمل بقى فوركاستنج موديل وتبنى بيه الميسنج فاليوز. طيب لو احنا لقينا في الداتا دوبليكيتد فاليوز، نحاول ان احنا نهاندل الدوبليكيتد فاليوز، هل هنعمل لها ريموفال ولا نكيب الفيرست وان ولا نكيب اللاست وان؟ والحقيقه بايثون بتقدم ايفورت في حته ان احنا نعمل ريموفال للدبليكيشن دي، مقدمه يعني سيت اوف فانكشنز كويسه، ان شاء الله نشوفها في السامبل بتاعنا بتاع الامبلويز. هل في اوتلايرز ولا لا؟ قلنا ان الاوتلايرز دي اللي هي بتبين الانوماليز اللي في الداتا، تو ويتش ليفل الداتا دي فيها حاجه شاذه، فيها حاجه، يعني تصور كده ان احنا شركه بتاعت عماله، والشركه دي الموظفين فيها لقينا ان في حد مكتوب السالري بتاعه 150000. It's extreme value ونوت within ال well known range. فالفيجر ده تصوروا كده لو احنا قدرنا نوصل له، بان احنا نوصل بالابر واللور انوماليز، ممكن نشوف الناس اللي تحت حد الاجور، وممكن نشوف الناس اللي فوق الماكسيمم اللي المفروض يتم تطبيقه داخل الاورجنايزيشن. فهنا ممكن يتم اكتشاف الناس اللي متعينه بوساطه، او الناس النوت within الريجوليشنز بتاعت الاورجانيزيشن. فدراسه الاوتلايرز مهمه جدا، عشان ومهم اثباتها في بيلدينج الاناليسيس موديل. طبعا يعني ان احنا نتشيك الفاليد اوتبوتس، ان احنا طبعا هتلاقيها قريبه شويه من الاوتلايرز، ولكن هي ريليتد بالديتيلد فاليوز اللي اكسبكتد within each attributes. تشيكنج الاي ديز والميننج بتاعها، وبالتالي هتبص تلاقي انه وانت بتمشي في الديتا كليننج ده انت بتدرس التوبيك بشكل بروفيشنال، نوت جاست ان انت تدرس تول وتحط فيها شويه فيجواليزيشنز، هو مش هو ده الشغل. هو انت لما بتيجي بتستلم داتا سيت، الداتا سيت ممكن تقابلك كل المشاكل دي، فحاول ان انت هتتعامل مع المشاكل دي بيفور ان انت توصل للجراف اللي انت بتشوفه شكله حلو والناس بتعمل له برزنتيشن، وبيكون يعني
يعني مش هو ده التارجت اللي المفروض ان انت تتحرك بيه في الديتا اناليسز بروسس. طيب يعني من ضمن التوبكس اللي في الديتا كليننج احنا بنتكلم على الريدكشن، والريدكشن ده يعني بينقسم ل جزئين. نمبر 1 دايمنشناليتي ريدكشن، ودايمنشناليتي ريدكشن اللي هو ازاي ان احنا نقلل ابعاد الداتا سيت. طبعا ده ممكن يكون في الروز وممكن يكون في الكولومز. فلو في الكولومز هو ايه الفيتشرز اللي تو بي سيلكتد لبناء الموديل بتاعي. فهنا انا هيبقى الفوكس بتاعي لو انا جات لي داتا سيت فيها مثلا 30 40 اتريبيوت، انا مش هاخد كل الاتريبيوتس دي، انا محتاج الحاجه اللي انباوند وذين البيلدنج الموديل بتاعي. يعني انا مش عايز اخد اتريبيوتس انا مش هيتم الحاجه ليها. طيب السؤال المهم جدا هنا، واللي يعني جزء اصيل في بناء بقى الماشين ليرنينج موديل، هو ايه الفي يعني ممكن في الديتا اناليسز ممكن يكون انت بتقدر يعني راشنالي ان انت تسلكت الفيتشرز، لكن في بيلدنج الماشين ليرنينج موديل هو انت مش عارف اصلا هو انه اتريبيوت اللي بيؤثر في بناء الماشين ليرنينج موديل. فهنا في سيت اوف تكنيكس انت بتستخدمها وسيت اوف لايبرز بتستخدمها بتقول لك انه الاتريبيوت ده، الاتريبيوت المقصود بيه اللي هو الفيلد اللي هو الحقل اللي هو الكولوم، بيقول لك ان الاتريبيوت ده بيؤثر في اتخاذ بيؤثر في بناء الموديل بتاعك بنسبه كذا، او الويت بتاعه مثلا ده الويت بتاعه 1.1، ده الويت بتاعه 1.8 بديفرنت ابروتشز. انت ممكن هنا ان شاء الله هنشوف ان احنا ممكن بمره بنستخدم الكوريليشن موديل ومره بنستخدم الكاي سكوير، وده ليه مزايا وده ليه مزايا، والافضل الجمع بينهم. انا شخصيا بحب ان انا استخدم الكوريليشن ماتريكس، بحيث انها بتبين لي تويتش ليفل الحاجات دي كونكتد مع الدايركشن بتاع العلاج. بعد كده النومراستي ريدكشن اللي هو الحجم الضخم بتاع الداتا، ازاي ان احنا نقلله. نمبر 1 ان احنا بناخد سامبلنج، بنعمل سامبلنج. نمبر 2 ان احنا بنبني ماتريسيز، والماتريسيز دي اللي هي ان احنا بقى بنعمل داتا سمرايزيشن باستخدام ماتريكس، والماتريكس دي اللي هي لو الناس جربت البيفوت تيبل اللي موجوده في اكسل ازاي انها بتقلل جدا حجم البيانات، خصوصا لو هي مالتي كولوم. يعني لو مالتي كولوم بتخليك تشوف بتسمرايز الداتا بشكل ممكن مليونز تو بي سمرايزد مثلا في تيبل لا تتعدى صفحه واحده، وده هنشوفه ان شاء الله في السامبل بتاعنا. الداتا فاليديشن هو بقى ان انت تفاليديت الموديل بتاعك. نمبر 1 بنفاليديت الكومبليتنس، وزي ما احنا قلنا ان احنا بناخد المينز او الديفرنت مينز، المينز اللي هي الوسط الحسابي بانواعه المختلفه. عندنا الوسط الحسابي والوسط بانواعه المختلفه اللي هو الوسط الحسابي والوسط التوافقي والوسط الهندسي. ممكن ناخد الميديان اللي هو الوسيط، ممكن ناخد نعمل ديسيجن تري في بيلد ماشين ليرنينج موديل، ممكن نعمل كي ان ان اللي هو كي نيرست نيبر هود، انه اقرب فاليو قريبه من الفاليوز بتاع من الموديل بتاعنا انها يتم ملء الداتا سيت بيها في لما تكون الداتا ناقصه. نمبر 2 الكونسيستنسي واتكلمنا عليها. نمبر 3 الكوركتنس، وده لازم حد ياشور ان هي دي النسخه المناسبه اللي احنا المفروض كنا ناخدها. ايه ده؟ يعني ممكن يجي واحد يقول لك انتوا ليه خدتوا بيانات العملاء من الاستاذ محمد، ما خدتوهاش ليه من الاستاذ مصطفى؟ ده الاستاذ مصطفى هو اللي مسؤول. فده الخطا في الاختيار. نمبر 4 التايم لاين داتا، ان احنا ناشور ان الداتا دي يعني ماشيه بالتسلسل المنطقي بتاعها، لان انت ممكن الناس تدي لك الديتا وما فيهاش ديت فيلد، فانت طب خد النسخه بتاعت فلان دي بتاعت السنه اللي فاتت، والنسخه بتاعت كذا النسخه بتاعت السنه اللي قبل اللي فاتت، فتبص تلاقي ان انت ماشي بديتا نوت تايم لاين. فممكن البرايسز اللي كانت من سنتين انت بتحسب انها كانت هي بتاعت السنه اللي فاتت والديتا متبدله، او ان انت اعتمدت على ديت اتريبيوتس مش هي الصحيحه في انها بتبين الايفولوشن بتاعت الديتا اوفر التايم.
الحاجة الخامسة انها دومين ريليتد، ان انا خدت الحاجات اللي ريليتد بالسياق اللي انا بحلله. يعني انا رايح احلل سيلز، مش هروح اجيب الديتا بتاعت الستوك طالما الامر لا يعني. ونمبر 6 فاينالي اللي هي الاكيورسي، مدى دقة البيانات والقدرة على الاعتماد عليها. بالشكل ده انت خرجت من مرحلة ان انت بتراكتس جاست فور فن، وان انت بتحاول ان انت تتعلم، لمرحلة التطبيق والتراست، وان انت بتاخد ديسيجنز وريكومنديشنز ممكن تعدل الدايركشن بتاع الاورجانيزيشن. هنتكلم هنا على الداتا سمرايزيشن، وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه بقى، ودي المرحله المهمه جدا. احنا عندنا انورمس داتا، الانورمس داتا دي عندنا داتا كبيره جدا، طب ازاي ان احنا هنقللها، هنقلل الحجم بتاعها. كان زمان هي كاننا ايه، بنعمل زي العداد الحسابي اللي الاطفال كانوا بيستخدموه، يعدوا واحد اتنين، يكتبوا واحد اتنين وشرطه، كل مجموعه بشرطه، يعني زي ما احنا شايفينها دي. الطريقه دي كانت بتستخدم بيفور الكمبيوتر، وكان الهدف منها ان احنا ايه، يعني بنعرف الكلاس بتاعنا ومتكرر قد ايه، يعني المارك دي هي دي الكلاس، انه الطلب اللي خدت الفريكونسي 5 2. فكان بيتم عد المفردات يدويا كده، ومع كل مجموعه يتحط شرطه طيب حاول ان احنا نكمبليكيت الموديل، احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل سكيلينج بقى. انا مش هينفع ان انا امشي بقى اللي خدوا 4، اللي خدوا 5، اللي خدوا 6. طب انا لو انا عايز امشي لحد اللي جايبين 100 من 100، وهنا ابتدى يتعمل الفريكونسيز او اللي هي الجروبس. فلو زي ما احنا شايفين كده، الناس اللي خدت من 0 ل 10 دول النمبر اوف ستودنتس 5، اللي خدوا اللي جابوا من 10 ل 20 3، اللي جابوا من 20 ل 30 4. وبالتالي هنا ابتديت ان انا اعمل كلاس بانترفلز، فبيبقى لكل مجموعه ستارت واند، وطالما ليها ستارت واند هي ليها سنتر بوينت، يعني اللي من 0 ل 10 دي السنتر بوينت بتاعتها 5، اللي من 10 ل 20 السنتر بوينت بتاعتها 15. وده عشان نسمبليفاي الاناليسيز بروسيس. طيب احنا متخيلين لو احنا حبينا نفرد الداتا دي في 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 تيبل هتبقى شكلها عامل ازاي؟ جدا. طيب تعالوا نشوف بقى الماتريكس الاخيره اللي هي فيها اسماء مشروعات، وفيها حاله اللي فيها عندنا هنا تو دو، وعندنا نيو، وعندنا ان بروجريس. متصورين لو احنا حبينا ننقل الـ يعني ننقل الكولوم ده كده، الكولوم بتاع النيو ده تحت، عامل ازاي؟ هنا هتطول. طب ولو حبينا ناخد ده كمان تحت هيكبر. وبالتالي شايفين هاو ان احنا سمبليفايد ده كمان. الفاليوز دي هي كاونت، يعني المفروض ان كل ال 101 دي هي مفروضه في شكل مفردات، يعني في هنا في الـ 111 element، 111 elements في الـ to do tasks. فلو احنا هنا جمعنا الـ total بتاع دول كانوا 551 ريكورد، عملنا لهم summarization في كام ريكورد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في 9 rows باستخدام الماتريكس. وبالتالي احنا عملنا هنا ريدكشن للانورمس داتا، وده طبعا ايفن انه حتى لو مليونز بقى، ما هي هيسمع في الكاونت اللي داخل الماتريكس بتاعتنا. وبالتالي قدرنا هنا ان احنا نعمل داتا سمرايزيشن. ازاي بقى ان احنا نعمل الداتا سمرايزيشن ده؟ باستخدام الجروبينج فانكشنز. انت ممكن هنا بتسلكت باستخدام المينيمم او الماكسيمم او السم او الكاونت او الافريج، يعني بوان اوف الاجريجيت فانكشنز. والاجريجيت فانكشنز دي معروفه في الداتا بيز انجنز، معروفه في الاكسل شيت، ويو كان ابلاي اني اوف الستاتستيكال ميجرمنتس في بيلدينج السمرايزيشن موديل بتاعك.
والحقيقه هي دي وان اوف الكي بيلرز اللي انت بتنطلق منها، لان انت بيبقى عندك بقى جاي لك داتا كتيره جدا، فهو ان انت تعمل لها سمرايزيشن بالشكل اللي يفيدك في بناء الموديل بتاعك. طيب هو هاو ميني جروبس، طبعا النقطه دي نقطه يعني ليها علاقه بالثيوري شويه، انه انت ممكن انت اللي تكون مسؤول عن ان انت تقول هو انا هعمل كام جروب. يعني هنا كانت الكلاسز بتاعتنا هي معروفه ان هي اللي زيرو بتنتهي ب 100، لكن سام تايمز انت ما بيبقاش ده موجود عندك. ايه عدد الكلاسز المناسبه ان انت تحطها؟ يعني سي مثلا ان انا عندي 10,000 موظف او 1000 موظف، ايه النمبر اوف كلاسز اللي انا ممكن اقسم الموظفين دي ليهم؟ يعني ممكن ادي لك المفردات وانت اللي تبدا تكون التيبل ده، فانت اللي تقول الموظفين اللي مرتبهم من كذا لكذا ومن كذا لكذا ومن كذا لكذا، وبالتالي هنا انت الستارت والاند مختلف، الستارت معروف والاند معروف، لكن اللي في النص انت مش عارفه. يعني ممكن الموظف يبدا هنا ب 1000 وهننتهي ب 60,000. طب ايوه هعمل كام مجموعه داخل التيبل؟ الحقيقه العلماء كان ليهم السبق في وضع هذا الموديل، وهو النمبر اوف الكلاسز تساوي 2 اس قوس كي. الكي دي مجموعه الكلاس. فمثال مثلا الكو باور كي، فمثال مثلا لو انا دول عندي 1000، يبقى هو ال 1000 ده ايكوال 2 باور كام كي؟ يعني 2 اس كام؟ فهنبص نلاقي ان 2 اس 8 أو سوري 2 اس 10 تساوي 1024. يبقى ممكن ان احنا ممكن نقسم الدي 3 كلاسز، هم دول اللي يبقوا الكلاسز اللي انا اقسم بيهم الداتا، لانه اقل من كده ممكن تخفي طبيعه البيانات، واكتر من كده ممكن تفتت البيانات. ممكن نروح لبلس 1 او ماينس 1 مفيش مشكله، لكن اكثر من ذلك او اقل من ذلك هتضيع هويه البيانات، وبالتالي الداتا اناليسز مودلز بتاعتنا لن يتم الاعتماد عليها. ان شاء الله عندنا تو براكتسز. البراكتس الاول اللي هو هنشوف بقى الداتا سيت بتاعت البادجت، ودي هتبقى على اكسل، وبعدين هيبقى عندنا تو بايثون نوت بوكس، واحد على الداتا سمرايز البادجت داتا سمرايزيشن اللي هو نفس اللي اتعمل على الاكسل، يعني نفس الموديل ده هنعمله على بايثون، ويبقى عندنا موديل تاني اللي هو ريليتد بالامبلويز بروسيسنج، ده هيبقى على بايثون. اللينكس طبعا موجوده وموجوده في البرزنتيشنز، وان شاء الله يعني نعملهم مع بعض في السيشن اللي جاي. شكرا.